النهارده انا بحتفل مع حضراتكم بالعيد العاشر لاي بي دي ال، وفي عجاله كده اي بي دي ال هي شركه متخصصه في الاختبارات الدوليه ومتخصصه في الشهادات الاحترافيه الدوليه، واحنا دلوقتي بنعتبر شهاده من التوب 10 من العشرة الكبار زي السي بي اي والسي ام اي والسي اف اي والسي اي اي والبي ام بي وبقيه الشهادات. الحقيقه يعني انا مشاعري متلخبطه جدا، ويمكن يعني الاشخاص اللي عصروا الرحله دي يعني مقدرين مشاعري زي كده. الدكتور احمد درويش مقدرين مشاعري عامله ازاي دلوقتي. عشر سنين من احتراف اللعب، عشر سنين من الشغل مع وسط الكبار، ومش هنا في يونايتد ستيتس في امريكا. ورأينا قبل البولدج وقبل الاي اف كيو ام ايضا في اوروبا الاتحاد، لان لا ننسى ان هذه النماذج للتميز وهذه النماذج للقياس وتطوير المؤسسات ليست نماذج مجرد شركات بتعملها، لا. احنا بنتكلم على الناشونال ستاندرد انستيتيوت، على الامريكان مانجمنت اسوسيشن، على الدولة، على الستيتس في أمريكا، بنتكلم بالنسبة ليها في جامعة الاتحاد الأوروبي بكل دول. إذا هي الدول التي تشرف على هذا وليس شركات. مبادرات بهذا النوع، تبنوا شباب في وقت ما كانش بيتبص عليهم أساساً، مش تحت الرادار، they were not under the radar. إحنا يعني ما كانش موجودين عندنا. إزاي ممكن كل حد كده يبقى فيه منتر وفيه منتيز تحتيهم، يشتغلوا، يتحركوا، بيشكروهم بعد 10 سنوات على ستيج في وسط كل الكوكبة اللي حاضرة النهاردة، مصر هيبقى شكلها مختلف تماما. فعلا الاقتناع بالشباب، التحرك مع الشباب، بنات وأولاد، أعتقد مصر مستقبلها هيختلف، مصر مستقبلها هيختلف درايفنج لايسنس دايز زي دي. وهنتابع، احنا بنقيم وبنشوف هنعمل ايه مع بعض غالب، ولكن كمان يمكن كمان سنة تحتفلوا معانا بالخريجات الألف ومية اللي هيبقوا معانا بنات وسيدات إن شاء الله هيشرفوا مصر ويشرفوا مكانهم.